يعني as you can see I'm here in the Hamas's stream. You can see my name over there and my picture, and also here in my Discord there is me with my beautiful picture. تفضل يا هذا حملي يا السلام عليكم حماس. عليكم السلام يا دحماس. اول شيء حاب ان اشكرك على المجهود اللي قاعد تقدمه. والله انك احبك واحترمك عشاننا يا دحماس. ايه والله انك يعني شخص يستحق كل شيء. ايه وبخصوص الموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم اللي هو الكروت. صح بالضبط. هذا موضوع ايه وش رايك فيه؟ إيه؟ عطنا رايك على السريع. والله انا كرتي 1660. حلو. يعني الكروت هذه حق الناس نفسك يا دحماس، يعني من الرتبة العالية. أنا ماني من الرتبة العالية، أنا من الرتبة المنخفضة. لا لا لا، تستحق أعلى رتبة بالدنيا يا دحماس. 70 بنجرب ونشوف. بالعكس وش دخل الموضوع ذا؟ لا يعني تحتاج تحتاج فلوس. لا لا ما هو وش السالفة دي؟ أنت ما ودك هو شوي غالية. ليش طلعني؟ هاي الوصخ يا دحماس. As you can see بعد دخلنا مرة ثانية on دحماس بالويتينج، بس ناطرين دحماس يدخلنا. دحموسة يا أخي بسأله عن ال هاي سوالي ديسكونكت. هذا شو فيه؟ أهو اللي سوالي ولا منو؟ منو سوالي ديسكونكت؟ اي والله مو هو. هذا شو فيه؟ اوكي this is my fourth تايم. اسحبني ولا تسوي لي ديسكونكت. يعني شوف انا طالع بالستريم عندك، لا تسوي لي ديسكونكت. يلا يا دحماس دخلنا. سوالي ديسكونكت اي الوسخ يا دحماس. هلا كيف الحال؟ اول شيء الحمد لله طيب. والله يا دحماس من اكبر معجبينك الصراحه، ويعطيك العافيه. الله يعافيك والله انك حبيبي. والله